السلام علیکم. سورة الانعام آیت نمبر 111. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقه قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا كل شيء أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض شياطين الإنس والجن يوحي وكذلك جعلنا لكل نبي عدو يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا يوحي بعضهم إلى بعض
زخرف القول غرورا پھر سے پڑھیں یوحی سے اور پیش کو صحیح سے ادا کریں یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفعلون يفترون فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة پھر سے وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أنزل إليكم الكتاب مفصلا أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق من ربك بالحق من ربك بالحق بالحق فلا تكونن من الممترين فلا تكونن من الممترين پھر سے فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته لا مبدل لكلماته 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 وهو السميع العليم وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين بالمهتدين
فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضطررتم إليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه پھر سے وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مثله في الظلمات
الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى آيات نہیں ہے پھر سے پڑھیں وإذا پھر سے حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام يهديه يشرح صدره
ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما پھر سے غور سے سنیں دیکھ کر وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا ضيقا حرجا كأنما كأنما يصعد في السماء كأنما يصعد في السماء كأنما يصعد في السماء يصعد 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 كأنما یصعدو نہیں ہے یصعدو جی پھر سے کأنما پھر سے یصعدو فی السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله